السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في روزلاند. النهاردة إن شاء الله يا جماعة معانا الساعة دي في ناس مسميها ساعة تاتش وفي ناس مسميها ليد ووتش. الساعة دي معانا النهاردة عايزين نتعلم مع بعض نظبط الساعة فيها. هنضغط أول حاجة، هو كل التحكم في زرار واحد زي ما حضراتكم شايفين، هو الزرار ده. عايزين مثلا نظبط الساعة، نظبطها إزاي بكل سهولة؟ نضغط أول ضغطة كده هيطلع لنا الساعة. دلوقتي مثلا الساعة 12:56، إحنا عايزينها مثلا الساعة 2:30 مثلا. الساعة 2:30 نعمل ايه عشان تبقى 2:30 بدل ما هي 12:57؟ نضغط هنا ضغطة طويلة، رقم 12 ده هيتغير، يتحرك اهو، نضغط عليه مرة كده 2، كده بقت الساعة 2. نضغط ضغطة طويلة كمان، هي 57، 58، 59، نفضل نضغط كده عليها لحد ما نجيب الرقم اللي احنا عايزينه. احنا عايزين مثلا 30 دقيقة عشان تبقى ونص. بقت كده الساعة 2:30، مش هنضغط على حاجة تاني، هنبص نلاقي الساعة قفلت لوحدها وفتحت تاني زي ما حضراتكم شفتوا كده. كده الساعة اتظبطت لوحدها يا جماعة. بس يا جماعة اتمنى الفيديو البسيط ده يكون عجب حضراتكم، ما تنسوش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان كل ما ننزل فيديو جديد يوصلك اشعار بيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.